لكم التقرير الذي يسلط الضوء على استعدادات القوات المسلحة بمختلف نطاقات الجيوش المدنية والمناطق المركزية لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ينتظر لها أن تتم أيام 26 و27 و28 و28 تماما كما تمت في الخارج المصرية عبر ما تابعناه من إقبال المصريين على مراكز الاقتراع في البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج. ينضم إلينا الآن اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك، كيف أتمت القوات الأمنية في وزارة الداخلية إلى جوار القوات المسلحة استعداداتها لتأمين المحفل الانتخابي المقبل في ضوء التحديات الراهنة وفي ضوء أيضا ما تابعناه من رغبة في إفساد هذا المحفل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي أن أبدأ بتقديم تحية إجباري والإعزاز لشهداء الوطن، وندعو الله أن نتعافى ممن يسعون إلى أن يحولوا بيننا وبين مستقبلنا الأمن إن شاء الله. بالنسبة لحضرتك بالجهود وزارة الداخلية، حنجد أن هذه الوزارة هي التي تكلف بعملية الحماية العامة للدولة، وهذه الحماية العامة للدولة إذا ما تعرضت الأخطار فيها إلى ما يفوق إمكانيات وزارة الداخلية تتم الاستعانة بالجهة الأم وهي القوات المسلحة المصرية، وهذا العمل يضع في اعتباره في المقام الأول عملية تخطيط أمني يسبق أو يسعى إلى أن يكون أسبق من التخطيط الإجرامي على أي جانب آخر، وهذا التخطيط الأمني يشمل دائما تحديد الأهداف وتحديد المسؤوليات وخصوصا الأهداف التي يمكن أن تكون محددة نتيجة وجود أوضاع هامة في المجتمع مثل الاستحقاق الانتخابي الذي سنشهده خلال يومين أو ثلاثة، وهذا التخطيط يستهدف أيضا إلى النيل من قدرات أجهزة حماية العامة أو أجهزة إنفاذ القانون بخلق مناخ غير مواتي نتيجة عمل دموي عنيف في توقيت غاية في الحساسية، وهذا دائما يكون متوقعا من التخطيط الأمني. فالمخطط الأمني دائما يسعى أو يتوقع ما هو ليس بمتوقع، ومن هنا نجد أنه يعمل في سباق دائما مع قوى أخرى. وفي ملحوظة أخرى احنا لاحظناها، أن وزارة الداخلية سارعت بإصدار بيان، وهذا البيان مبدئي كان يتضمن وقائع الحدث والإحاطة إحاطة الناس بأن هناك نوع معين من أنواع النتائج شملت نتائج دموية مع الأسف الشديد، وأن هناك متابعة لهذا الحدث وأن هذه المتابعة سوف تتم الإعلان عن نتائجها على طول وفي حينه وبما لا يضر طبعا وسير التحقيقات، لأن هذا الرد الفعل الذي شاهدناه من بيان وزارة الداخلية يعتبر ثقة ويعتبر جودة في المتابعة، وأيضا يعتبر أنه كان متوقعا أن يكون هناك مخططة بهذا الحجم. طيب سيادة اللواء، إذا كانت وزارة الداخلية تطلع بتأمين العملية الانتخابية بشكل عام، تأمين المقار الانتخابية وتأمين القائمين على هذه العملية من القضاء المشرفين والموظفين الإداريين، لكنها سينط بها بطبيعة الحال وكما أشرت تأمين الدولة بشكل عام إلى جوار القوات المسلحة، محاولة إفساد المحفل الانتخابي لن تكون قاصرة على الأيام السابقة على الانتخابات، وإنما ستكون هناك ربما بعض المحاولات لإفساد أيام الانتخابات بذاتها، كيف سيتم التعامل مع تحديات من هذا النوع؟ لازم تبقى عارف أنا قلت لك المبدأ في التخطيط الأمني، قلت لك المبدأ هو أن تتوقع ما هو ليس بمتوقع، وخصوصا المناسبات الخاصة. المناسبات الخاصة دي قد تكون مناسبات سياسية أو مناسبات حتى اجتماعية أو رياضية أو مناسبات أعياد دينية، كل ده يجب أن تكون على ثقة بأين المخطط الأمني حطه في اعتباره. دليل أنه حطه في اعتباره سرعة إصدار البيان المبدئي وسرعة إصدار هذا البيان على نحو لا يخالف إطلاقا من الواقع، زي ما أنت شفت، زي ما الصورة اللي كانت جاية بينت وزي ما كل الناس عارفة، لأنه إسكندرية بالذات لها طبيعة خاصة جدا، وإن هي ضيقة طبعا في العمق وهي طولية 17 كيلو وعمقها 4-5 كيلو، والمنطقة دي منطقة عليها شريان هام جدا في المرور من منطقة البحر إلى وسط المدينة من خلال شارع الحرية أو طريق الحرية أو شارع أبو قير كما يطلقون عليه سابقا.
وده يديك ايه؟ ده يديك انطباع ان هناك جودة في المتابعة، ان هناك فلسفة امنية جديدة تقوم على الواقعية وتقوم على الثقة بالنفس، وانا اثق تماما فيها. وهذا يتطلب حاجة مهمة جدا، انه هنا الحادث ده وقع في وسط الشارع في وسط الجمهور. انا اناشد الجمهور الا يبخل باي معلومة على جهاز امنه، والا يتصور ان المعلومة دي بسيطة او قليلة القيمة. لا بالعكس، دع تقييم وتحليل المعلومة للمتخصصين. نعم. وايضا أرجو أن يكون الإعلام بالضبط كده مراية بتنقل الواقع دون ما أي تقافزات ولا متغير، ولا دون الاستعانة بمدعو العلم ببواطن الأمور، لأن نعم. الدنيا قرية عالمية صغيرة وكل الناس بتعرف، حد هيعمل أي حاجة من اللي كان ممكن تبقى مقولة في زمن مضى. الوقت والجهد الجماعي، القناعة تامة بمسؤولية الجهات الأمن أو جهات إنفاذ القانون، وأيضا القناعة بأنهم على قدرة بالأداء واجباتهم، وبأننا لازم نشاركهم بمعلوماتنا، ولازم نشاركهم بثقتنا، ولازم نشاركهم بأنه ما يسمعوش لحد إن هو يبتدي بقى ويحط السم في العسل كنوع من أنواع الدعايات المضادة، أو كنوع من أعوام تسميم المناخ الذي نسعى إليه دائما، خصوصا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي اللي هو احنا داخلين فيه. سيادة اللواء، يقولون دوما ان رأس مال اي جهاز امني هو المعلومة وحجم تدفق المادة المعلوماتية التي تقدم لاجهزة الامن. لعل حضرتك والجميع تابع تدشين غرفة ادارة الازمات بوزارة الداخلية عبر مديرها العقيد ايمن البشلاوي، وكذلك زيارة السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الى الغرفة ومتابعة سير العمل بها. تم استعراض المنظومة، منظومة الاتصال اللاسلكي ومنظومة الدوائر التلفزيونية المغلقة أو الفيديو كونفرنس بمختلف مديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية. كيف انعكس ذلك على أداء هذا اليوم بالإشارة إلى سرعة إصدار بيان وزارة الداخلية، وكيف ينتظر كذلك أن ينعكس في ضوء التحديات المقبلة وأولها الانتخابات الرئاسية؟ أنت حضرتك قلت البداية وقلت النتيجة. أنا بقول لحضرتك أن ما ذكرته حضرتك عن طريق ما يسمى بغرفة عمليات إدارة الأزمات. إذن إحنا قدام ناس بتتعامل مع الواقع وبتتعامل مع مستحدثات العصر وبتجيد هذا التعامل، وأيضا هذه العملية لازم توضح لنا كافة أنه المخطط الأمني لا يعمل من خيال، ولكن يعمل من خلال نقطة ارتكاز وهي غور مركز الأزمات الذي يضم كافة الأوضاع وكافة التكليفات وكافة الخرائط وكافة الكروكيات الخاصة بكافة المناطق التي قد تتعرض لحساس، بالإضافة لسيادتك ما ذكرت اللي هو الربط بالصوت والربط بالصورة مع كل بقاع الجمهورية. يبقى ده انت حضرتك تفضلت وجاوبت باللي انا عايز اقوله. انا مش بقول الكلام ده وانا بنحاز لجهة الامن، لا انا بقول الكلام ده لانه يجب ان نعطي كل ذي حق حقه، ويجب ان يكون المواطن على ثقة تامة بامنه. سيادة اللواء، ما هو الدور الذي ينظم المواطن، وحضرتك اشرت الى اشارة قبل لحظات من ان المواطن عليه الا يستصغر معلومة قد يظنها صغيرة لكنها ربما لدى بعض الاجهزة الامنية قد تعني شيئا كثيرا، ما الدور الذي ربما ينظم المواطن في ضوء الاستحقاقات او التحديات او الاحداث الكبرى اللي حضرتك استعرضت جانبا منها؟ يا سيدي، المواطن هو صاحب المعلومة، والمعلومة هي حجر الزاوية في اي نشاط امني. المعلومة هي نقطة الارتكاز، الجهات الأمنية تأخذ هذه المعلومة وتقوم بتحري مصداقيتها، ثم تقوم بتقييمها، ثم تقوم بتصنيفها، ثم تقوم بعرض نتائج هذا التقييم على متخذ القرار وفقا لبدائل المواجهة. هذه المعلومة هي نقطة الارتكاز وهي أساس العمل الأمني. اوعى تتصور سيادتك أن جهاز الأجهزة الأمن دي بتعمل من خلال أسلوب يمكن أن يكون بعيدا عن الإنسان. لا، الإنسان هو أحسن حاجة ممكن تنجح أي عمل، والإنسان هذا ليس فقط الإنسان الذي قد يشاهد المعلومة، ولكن الإنسان الذي يتعامل مع المعلومة. نعم. اللي وصلنا به لهذه الإدارة وهذا المركز وأسلوب أيضا التفاعل السريع مع الحدث بالبيان اللي حضرتكم عنته من وزارة الداخلية، ده يدل على أن هناك أداء متميز وجب تقديره واحترامه، وجب أيضا معاونته، وهذا هو دور المواطن.
أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق منضما إلينا عبر الهاتف للتعقيب على آخر استعدادات القوات الأمنية قوات وزارة الداخلية وكذلك القوات المسلحة في ضوء الاستعدادات الجارية لتأمين المحفل الانتخابي الذي ينتظر له أن يتم في 26 27 28 من هذا الشهر.